السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بعض المواضيع المتوقعة نهار الامتحان الجوي في البروديكسيون اكريت واللي معلقة بلوغومون ديالنا الثالث اللي هو لو ديرني جور دان كونداني. ديجا حطيت لكم نماذج لبعض المواضيع اللي قدروا يتحطوا هاد السنة هادي بالنسبة لابوطا ميرفي وبالنسبة لانتيغون. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بعض النماذج اللي خاصين بلو ديرني جور دان كونداني. نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو، ما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركه الله. اول سوجي مقترح: certains pensent que la mise à mort n'est ni un spectacle à montrer ni une fête à célébrer, c'est plutôt une horreur, un drame à cacher. بعض الناس كيقولوا ان لا ميزا مور يعني حكم الاعدام نيني ان سبيكتاكل امونتريني اون فيت، هو ماشي واحد الحفل ولا شي مسرحيه اللي هي خصنا نبينوها ويتفرجوا فيها الناس ونحتفلوا بها. سي بلوتو اون اورور ان درام اكاشي، هو في الحقيقه يعني هو رعب وواحد الحاجه ماساويه اللي ما خصناش نهائيا نبينوها، خصنا نخبيوها. بارطاجي فو سو بوين دو فيو، يعني ناقش هاد ناقش معنا هاد الشيء هذا وعطينا الراي ديالك. Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion. يعني الرأي ديالك شنو كيبان لك حتى في لا ميزا مور، واش خاصو يكون يعني نحتفلوا به كي داروا في الغومون ديالنا لو ديرني جور دان كونداني، يعني في لا بلاص دو غريف كلشي مجموع وكيتسنى لو كونداني انهم يهبطوا ويعدموا، ولا انت كترفض هاد الشيء هذا؟ بطبيعه الحال رفضتي او ما رفضتيش ضروري هاد الشيء خصك تعزيه بدي زارغومون. ندوزو دابا باش نشوفوا السوجي نيميرو 2: certaines personnes ne manifestent pas aucun intérêt ni sentiment envers les difficultés et les malheurs des autres. D'autres, au contraire, se montrent solidaires et bienveillants envers les autres. يعني قالك بعض الناس ما كيعيروش نهائيا الاهتمام ولا ما كيحسوش بالمشاكل وبالاحزان ديال الناس الاخرين. D'autres, au contraire, ou les niquins, ou les fiachra, ou les lacs, se montrent solidaires et bienveillants envers les autres, qui ont fait fiachra, les katbiyens d'aktada mondiale ou le moussaïda diale al-khraïn. Yanni, le production écrite fi juge d'al jihad jiha, yanni, katatem, bil machakil ou bil mouanad di nas, ou jiha ma katsawakch, nihaïen, le machakil diale nas li dayarin biha. Qu'en pensez-vous? Je kibel, le développer votre point de vue en vous appuyant sur des exemples. غادي تناقش معنا الراي ديالك، طبيعه الحال غادي تعزي بحجج وامثله دائما كتكون مقتبسه من الروايه اللي عنده علاقه بها السوجي. ندوزو دابا باش نشوفو السوجي نيميرو 3: Dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le père d'un enfant de 3 ans est condamné à mort. Dans l'histoire de le dernier jour d'un condamné, qui est écrit par Victor Hugo, هو أب ديال واحد طفلة اللي عندها 3 سنين ومحكوم عليه بالإعدام. أعطاو النافي في وجهة النظر ديالك انت، أعطاو النافي أعطاو raison de condamner à mort le père ou bien la mère d'un enfant. يعني واش انت يعني في الرأي ديالك واش عندنا الحق أننا نعدمو واحد الشخص يعني نحكمو عليه بالإعدام وهو أب الطفلة باقا صغيرة أو تكون حتى أم، ماشي ضروري يكون راجل، يعني أم أو أب محكوم عليهم بالإعدام وعندهم طفل اللي هو باقي صغير. Justifie ta réflexion à l'aide d'arguments variés. يعني غادي تعزز هاد الرأي ديالك بحجج. أكبر مثال اللي غادي تدير هو المثال ديال بنت لو كونداني اللي الأب ديالها غيتم الحكم عليه بالإعدام وهي غتبقى عايشة يتيمة من مني غادي يموت. يعني دائما لي زارغومون كنقادوهم والأمثلة كيتخادو من الرواية اللي كيهضر عليها لو تيم. سوجي نيميرو 4: Être enfermé en prison, c'est abandonner la famille, la vie et le monde. يعني أنك تكون منغلق عليك ومسدود عليك في السجن كيعني أنك على كل شيء مسدود عليك في السجن، كتعني أنك بعيد على العائلة ديالك وبعيد على الحياة وبعيد على العالم بصفة عامة. Que pensez-vous, Chnokibellik? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. يعني غادي تقولي الرأي ديالك في هذا السوجي هذا. Nombreux sont les gens qui sont captifs d'un crime qu'ils n'ont pas fait, d'autres sont entièrement responsables de leur acte. يعني عدد قليل ديال الناس اللي مشدودين بواحد الجريمة اللي هما ما داروهاش، يعني مشدودين غير ظلم.
d'autres sont entièrement responsables de leur acte. واللي كاين واحد الفئه كبيره هما مسؤولين على داك الشيء اللي داروا، يعني مسؤولين على الجريمه اللي داروا، كيتسحقوا انهم يكونوا في السجن. كوم بونسيفو واش كيبان لك انت؟ Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. يعني غادي تناقش لينا هاد الفكرة هادي وتعزز لنا بحجج، وهادوك الحجج دير لينا معاهم شي أمثلة. علاش لو الأمثلة دائما كيتخادوا من إحدى الروايات ثلاث، يعني حنا داوين على لو ديرني جور دان كونداني، غادي ناخدوها من لو ديرني جور دان كونداني. سوجي الأخير ديالنا سوجي نيميرو 6. D'un côté, les criminels sont considérés comme des êtres inhumains, mais d'un autre côté, ils sont des hommes comme les autres hommes. يعني من واحد الجهه المجرمين كيعتبروا انهم يعني كما كنقولوا دي زيت خاني ما هما ماشي بنادم، مي دان نوتخ كوتي يعني ما فيهمش الانسانيه، مي دان نوتخ كوتي من واحد الجهه اخرى يعني بنادم بحال كاع البشر. يعني Pensez-vous, est-ce qu'il est le Kintaya? Vous développerez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments et des exemples. يعني هذه غتبقاو تشوفوها بزاف حيت نهار الامتحان دائما كتكون تكست ارغيمونتاتيف. هاد لي زارغيمون اللي كتقدم كتعززهم بامثله باش هكا كتضمن النقطه ديالك نهار الامتحان الجهوي. تسناو الفيديو الماجي ان شاء الله اللي غادي نوريكم كيفاش تعرفوا البلون اللي غادي تخدموا به وكيفاش تكتبوا البروديكسيون اكريت وما تخرجوش على الموضوع ان شاء الله. نتمنى هاد لي سوجي تكتبوهم وتحاولوا تبداو تخدموا عليهم بشويه بشويه محاوله. عطيتكم بلون سامبل، عطيتكم بلون دياليكتيك، حاولوا انكم تبذلوا مجهود باش يتحسن لكم المستوى في اللغه الفرنسيه. والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.